الحياة. اوكي ديديكاس لسمية تسمع فينا من الكويت، هذايا سبيسيال ديديكاس من عند نوفل يهدي لها الغنية هذايا. سينو احنا واصلين معاكم ويكاند الحياة وصبحيتنا، نعاودوا صبحة عليكم انيس اللي برونشي على 93 وين ما يوصلكم صوتنا. نمشيو بكم تو سويت الاحوال الطقس. ميتيو احوال الطقس على الحياة فهم. احوال الطقس اليوم السبت 11 مارس 2023، باش تكون الاجواء مغيمه جزئيا باغلب الجهات خلال هذا اليوم. من المنتظر انه باش تروح الحراره القصوى بين 18 و24 درجه بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 24 و30 درجه ببقيه مناطق البلاد. باش تكون تبقى شده الرياح هي ابرز العناصر الجويه، وين باش تصل السرعه نتاعها الى 80 كيلومتر في الساعه في شكل هبات قرب السواحل والمرتفعات. النشرات التحذيريه نذكركم مش تقديمة سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، والبحر باش يكون هائج إلى شديد الهيجان بالشمال، مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات ومتموج بخليج جابس. بالنسبة لولاية القيروان مش نوصل أعلى درجة حرارة على مستوى ولاية الجمهورية تقريبا إلى حدود 30 درجة، دونك قلت لكم ديجا الطقس ربيعي بامتياز. بالنسبة للتوقيت الحالي درجة الحرارة إلى حدود الساعة 8 باش تكون في 16 درجة، أما من 9 صباحا باش ترتفع إلى 20 درجة وتبدأ في الارتفاع التدريجي توصل للذروة متاحة انطلاقا من مساعتين ما 3 متاع العشية توصل إلى 30 درجة. بالنسبة لأكثر تفاصيل على أحوال الطقس نجموا تدخلوا للموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.in. سينو كيف العادة تحليلات ولاية القيروان ومختلف المعتمديات متاحة نجموا تدخلوا على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فهم وتلقوا التحليلات أول بأول، وكيك تكون عينكم كوميزينكم مي سو كي بريفيو اللي طقس ربيعي بامتياز. وينجم حتى يوصل النجم نقولوا اذا كان وقفتوا في الشمس تكون درجات الحراره مرتفعه نسبيا. ديما ناكدوا لكم على شرب الماء حتى مع بدون ارتفاع درجات الحراره، ديما ناكدوا على شرب الماء ما اقلش من ايترتين في النهار، هكاك تحافظوا على الرطوبه نتاع الجسم نتاعكم وتحميوا رواحكم من اشعه الشمس، وديما سيسوا صغيراتكم خاطر بديت الدنيا تسخن براتيكمون شوي بشويه بشويه. كان هذا طقسنا اليوم ميتيو.